وللتعليق على المزيد ينضم إلينا عبر تيمز من دبي الأستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث من مجموعة إكويتي. أهلا فيك سيد رائد. أهلا أستاذ محمد. سيد رائد، بعد إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة والتي جاءت إيجابية، كيف تقرأ المشهد أو مشهد الاقتصاد الأمريكي بعد الإعلان أيضا عن نمو الناتج المحلي الأمريكي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 3%؟ حقيقة البيانات جاءت مطمئنة نوعا ما على الاقتصاد الأمريكي، وتظهر بشكل واضح أنه في عندنا هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي، إذا لا يوجد عندنا مخاوف من الكساد. إذا التغيير الذي قد يحدث في السياسات النقدية وتقليصات أسعار الفائدة لن تسبب حقيقة أنه لن يكون هناك حاجة لأن يكون هناك تقليصات كبيرة في أسعار الفائدة، خصوصا أنه النمو الناتج المحلي الإجمالي جاء ب 3% أفضل من التوقعات، وفي نفس الوقت أن احنا عندنا البطالة ليست كما كانت متوقعة أن تكون البيانات سلبية نسبيا. ننتظر بيانات الوظائف الغير زراعية عن الشهر الماضي، ولكن بلا شك نحن نبحث عن أنه الصورة إيجابية بالنسبة للأسواق الأمريكية، وسبب ذلك بعض الارتفاع في أداء الدولار الأمريكي أمام نظرائه، وأيضا ضغط على أسعار الذهب باتجاه الهابط. بنفس الوقت شفنا بعض الانتعاش أو الارتفاع البسيط في أسواق الأسهم الأمريكية، إذن نعتبره إيجابي خصوصا بعد يوم أمس الذي كان فيه سلبية بعض الشيء بعد بيانات نيفيديا، ولكن اللي شفنا أنه البيانات تعتبر إيجابية ولكن ليس للدرجة التي قد تغير من نظرة الفيدرال الأمريكي نحو الضرورة لسياسة متساهلة وأسعار فائدة أقل. نعم سيد رائد. طيب بالانتقال إلى أسعار النفط، النفط يستقر بعد جلستين من الخسائر، ما هي توقعاتك للأسعار الفترة المقبلة بحسب المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار النفط؟ حقيقة نحن في عنا استقرار نسبي في أسعار النفط، ولكن لا تزال هي تميل لهبوط أو نحو المسار الهابطي، مستقرة عند مستويات متدنية خلال على المدى المتوسط إلى القصير نسبيا، وذلك نتيجة أنه في عندي مخاوف من الطلب العالمي، عندي مخاوف من نمو الطلب العالمي، وكذلك الأمر المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني الذي نحن عم نشوفه نسبيا متراجع يعني، وأداؤه ليس بإيجابي بشكل كبير جدا، تشكل ذلك مخاوف على سوق النفط، خصوصا في عنا قوة الدولار الأمريكي اللي شفناها اليوم نسبيا ضغطت أكثر على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، ولكن لا أعتقد أنه يكون في عنا هبوط أكبر في أسعار النفط لأنه نحن مقبلين على فترة من التقلبات. لعب أيضا دور مهم هو انخفاض حد التوترات الجيوسياسية، ساهم أيضا في تهدئة أسعار النفط ودفعها ربما لبعض الهبوط، ولكن أعتقد نحن في القاع وربما يعني مخولين لمزيد من الارتفاعات. نعم سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي، شكرا جزيلا لك.